طيب انا في حد دلوقتي بيقول لي في الكنترول برج السرطان وانا السرطان طبعا، برج السرطان توقعاتك بقى وتوصي بالتوقعات الحلوه لان انا طبعا طبعا السرطان. برج السرطان انا قلت عنده انطلاقه جدا قويه برج السرطان، تمام. بس ايه برج السرطان اختياره بالحب غلط غلط غلط، بس باقي عيب ما يعني، باقي شايف برج ان ده عيب. السرطان، اي استاذ وائل، باقي تمام. ما باقي من برج السرطان عنده انطلاقه جدا قويه، عنده فرحه، عنده شيء يعم على ارض داره، والله اعلم عنده ارزاق، عنده رزقه، عنده امضاء كونتراكت عمل، عنده حلو ده. تنقلات من مكان الى مكان، وعنده سفر. برج العذراء كثير الاسفار راح يكون كثير، بس هاي ارجع واقول ينطبق العشريات باي عشريه من هذا البرج، وانما اشوف برج السرطان هو برج محبوب وصاحب شخصيه قويه شكرا. يحب الحياه، ايوه يحب انا كده الحياه بالظبط. والله، بس المشكله اللي هو يقع بها هي اختيارات العاطفه. شكرا.